السيد الرئيس، تؤيد دولة الإمارات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، والتي وصفها مجلس الأمن بالجدية والمصداقية، ونرى أنها تشكل الأساس للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للصحراء المغربية، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ونرحب في هذا السياق بالمباحثات الأخيرة التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورا مع الأطراف المعنية، وذلك في إطار جولته الإقليمية لإعادة إطلاق العملية السياسية. ونؤكد على أهمية الانخراط البناء في هذه الجهود وفقاً لقرار مجلس الأمن 2703 لعام 2023، أن دولة الإمارات، وإذ تشدد على دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية الشقيقة على سائر منطقة الصحراء المغربية، تشيد بالجهود البارزة التي تبذلها المملكة المغربية لتنمية الصحراء المغربية عبر الاستثمارات والمشاريع المختلفة. وفي الختام، أجدد التأكيد على دعم بلادي الثابت للمملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، ودعم الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية للدفاع عن حقوقها المشروعة.